أعلن مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة بديوان الخدمة المدنية جاسم نرويس أن الديوان قد أتم كافة الاستعدادات الخاصة بتسجيل الكويتيين الراغبين بالعمل لدى الجهات الحكومية من خلال الفترة 55 للتوظيف، والتي سوف تبدأ اعتبارا من فجر الغد وحتى منتصف ليل 3 يونيو المقبل. وأكد نرويس على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل نظام التسجيل الآلية، وذلك بمراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية خلال الفترة الصباحية أثناء الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس.